إنها آخر الترتيبات هنا بجمعية الدار الكبيرة بمدينة القنيطرة قبل بداية الجولة الميدانية التي ستقود هؤلاء المتطوعين لتوزيع مختلف المساعدات على الأشخاص بدون مأوى، خصوصا مع انخفاض درجات الحرارة. لا حدود الساعة الحمد لله نقمنا بواحد 15 عملية، ومن خلالها تم تقديم واحد مجموعة ديال الخدمات لهذه الأشخاص في الشارع بدون مأوى، وتم إيواء تقريبا 35. نقوم بتحضير وجبات أكل لفائدة الأشخاص الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم، كذلك الأغطية، كذلك الأدوية، حيث نستقطب مجموعة من الأشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية التدخل العاجل. يفترشون الأرض ويلتحفون السماء وينتظرون رأفة الآخرين في هذا الفصل المطير. ظروف مختلفة دفعت بهم للشارع، والنتيجة أشخاص بدون مأوى يبحثون عن ركن دافئ بالأزقة والشوارع لاحتضانهم، لكن بدون جدوى. انتم كتلعصوا من دياركم وكتحسوا واش كاين البرد ولا لا؟ حنا كنحسوا عندي بالزرقاء، عندي بالزرقاء راه كنحسوا شحنا بالبرد والسمرة تقارنا بهاد البرد هذا. حنا ما تلقاو فين تنعسو، تنباتو غير في الزنقة، ما لقينا لا باش نتغطاو لا لا ما نفرشو. كاين البرد بعدنا باش نفرشو، نفرشو الكارطون، مرة نلقاو فازك مرة ما نلقاوش، كاع تنرعى الميكا تيضرنا البرد. وهاد الناس هادو تعاملوا معنا جابونا الكويشات هادو الله يكثر خيرهم. هي التفاتة إنسانية من طرف المجتمع المدني والتعاون الوطني للأشخاص في وضعية شارع، التفاتة بحس تضامني تدخل الدفء والاهتمام على هذه الفئة من المجتمع في انتظار تضافر جهود مختلف الفاعلين، خصوصا مع هذا البرد القارس.